هي المهمة إن الناس دي عايزة تصدر صورة ذهنية خاطئة ضد النادي الأهلي. أولاً الإدعاء بإنه الأهلي ده هو الفتوة وهو اللي بتتغير له اللجنة وهو لما بيعترض على حاجة بكرة الصبح تتعمل، دي مقولة باطل يراد بها باطل، لأنه الهدف منها تشويه الصورة وإظهار المسألة إن الأهلي هو المسير لوحده لشؤون الكورة، وده كلام مش صحيح. ده كلام فيه قدر عالي جدا من الافتراء والكذب. انما الحقيقه انه اللي طلب رئيس اجنبي للجنه الحكام وخبير اجنبي يدير اللجنه هم كل الانديه. تصوير المساله على انه الاهلي بمجرد ما غضب وشاور مشوا له اللجنه، ده كلام افتراء وكذب. واللي جاب محمد مصلحي اللي جاب الحكام الخبراء دول مين؟ خليني بس اكمل. الحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مش النادي الاهلي، لما اتكلم على اجتماع رابطه الانديه كان حاضر الكابتن خطيب وكان حاضر الكابتن حسين لبيب والحاج محمد مصلحي وبقيه رؤساء الانديه. مش الاهلي بس اللي اشترط انه يجي خبير اجنبي لجنه الحكام، مش الاهلي بس اللي طلب عشان كده مشوا له لجنه الحكام يا استاذ عمرو. اسمع الحاج محمد مصلحي. هل فعلا كنت حضرتك شاهد عيان في اجتماع رابطه الانديه مع الكابتن خطيب والكابتن حسين لبيب على وجود رئيس لجنه حكام اجنبي؟ كان في جدول اعمال لهذا الاجتماع. من ضمن جدول اعمال هذا الاجتماع كان حاجه واضحه جدا، وانا افتكر الكلام اللي قاله الكابتن محمود الخطيب يوميا، ونفس الكلام للكابتن حسين لبيب، وتقريبا كل الداده الرسائل الانديه اللي كانت موجوده. انه اتفق على حاجه، وده بشهاده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، وتم الاتفاق والاجتماع ده كان قبل بدايه الدوري بحوالي اكثر من شهر. أن يتم تعيين لجنة جديدة للحكام واللي يرأسها خبير أجنبي. والكلام ده كان واضح جدا للجميع وكله أكاد بقرار الأستاذ جمال علام بصراحة. الوقت كان عمال يمر ويمر بسرعة لغاية ما زي ما حضرتك قلت ابتدى الدوري. معلش يا حبيب بيه، أنا آسف. هو حضرتك بتقول كل أشاد بقرار الأستاذ جمال علام، والأستاذ جمال علام هو اللي اقترح أن هو أجنبي وحضرتك وموافقته؟ لا، ده اللي عرض الموضوع كل وسائل الانديه ان يتم تغيير لجنه الحكام في خبير اجنبي. واستاذ جمال علام اقر الموضوع تمام، وقال ان في الاجتماع يعني دي فرصه ان احنا خلال الشهر كفضل الشهر نتبع على بدايه الدوري ان يتم اختيار خبير اجنبي لاداره لجنه الحكام. تمام. شوف يعني استاذ عمرو، لما يطلع الاستاذ محمد مصلح يقول لك بطلب جميع الانديه في الاجتماع وباقرار من رئيس الاتحاد تم الاتفاق والوعد بان يبقى في رئيس، مش انت عايز تحكيم اجنبي؟ الناس اتفقت لما النادي الاهلي بقى يلاقي محاوله للتنصل من هذا الوعد ومن هذا الاتفاق ويبعد يذكر ويقول لك لا احنا عايزين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ما تقوليش اطحت باللجنه، اللي اطاح باللجنه تسريب من داخل الاتحاد كشف المستور بس. ادي الموضوع بسيط جدا، وبالصدفه كانت مباراه للنادي اللي انت بتحبه. لا الاهلي تدخل ولا سرب ولا عمل حاجه ولا قال حتى رايه في الموضوع. فانت ما تجيش عشان تداري على أزمة تقول كلام كأنك تخلق أزمة تبتلعها. يا أستاذ عمرو، الكرة داخلة على كارثة. أيوه، بهذا المنطق، منطق لي الحقائق وترمي الآثام على حد بيجتهد ماشي مظبوط بيناضل بيتعرض لكل صنوف المقاومة عشان ما يكملش وبيكمل بس بدراعه وبجهده الذاتي وبعزيمة قدراته وبنظامه المؤسسي اللي لازم بتعترفوا بيه كلكم عندما يتحقق النجاح. أصل هنا عمل مؤسسي. طيب أنت مش عايز تعترف شأنك، أنا مش هجبرك، لكن العالم كله معترف والحمد لله. الناس اللي ملهاش علاقة مباشرة بينا شايفة والحمد لله. لكن
ان انا اقول لفلان ما تروح للدكتور انت بتشتكي، يقول لك ده انا صحتي بوم، انت حر. لكن ناس شايفاك كلها عندك مشكله ما تحتفاش على غيرك. يا استاذ عمرو الكره داخله على كارثه لهذا الاسلوب.